والآن نحن كذلك نتابع معكم هذه اللقطات من قاعدة الصخير الجوية، حيث يصل في هذه اللحظات وفد دولة قطر الشقيقة المشارك في أعمال القمة، ويترأس وفد الدولة الشقيقة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، وسيكون حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في مقدمة مستقبل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة على رأس وفد بلاده المشارك في أعمال القمة. ثم غادر إلى دولة قطر الشقيقة، واليوم نحن في انتظاره هنا بمملكة البحرين، ومن ثم أيضا يزور الدول الخليجية. بالأمس سمو الأمير القطري الشيخ تميم بن حمد بن خليفة بن حمد آل ثاني بحث مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، بحث سبل دعم وتعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى استعراض آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية. دولة قطر الشقيقة هي الأخرى تحتفل بعد أيام بذكرى اليوم الوطني القطري، ذكرى تؤكد أن هذا اليوم يحرص على هوية الدولة وتاريخها، حيث يجسد المثل والآمال التي أقيمت عليها الدولة، ويكرم فيها أبنائها الذين شاركوا في بناء الدولة. إن 18 من ديسمبر من كل عام هو اليوم الذي تتذكر فيه هذه الدولة التي تحمل اسمها هذه الطائرة، دولة قطر. تتذكر هذه الدولة كيف نجحت في تحقيق وحدتها الوطنية، وكيف أصبحت دولة متميزة. ففي هذا اليوم، اليوم الوطني الذي يأتي بعد أيام، يتم التعبير عن مشاعر الحب والامتنان للشعب القطري الذي شارك في التضامن وأقسم على الولاء والطاعة لقائده. عيد وطني جميل يمثل فرصة للتعرف على أعمال مؤسسي دولة قطر الذين تحملوا الصعاب ودفعوا ثمنا غاليا لتحقيق وحدة أمتهم والاحتفاء بذكراهم. علاقات بحرينية قطرية واسعة متأصلة من وشائج القربة، وتحمل روابط الدم والنسب والمصاهرة كما هي في دول الخليج العربية الأخرى أيضا. و
وربما هنا في هذه الصورة الحية ونحن ننتظر أمير دولة قطر الشقيقة لكي يحط بقدميه هنا في قاعدة الأصخير الجوية. نستذكر أنه منذ منتصف التسعينيات من القرن الماضي أطلق جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة راهل البلاد المفدى، عندما كان وليا للعهد أطلق الدعوة لإقامة اتحاد بين البلدين. هذه الدعوة ستظل ثابتة في أدبيات تاريخ العلاقات الإقليمية بين المنامة والدوحة. ومن المهم الإشارة إلى أبرز المنجزات التي تحققت ما بين البلدين في ظل تعاونهما وفي ظل إقامة المشاريع والمبادرات المشتركة بين البلدين الشقيقين. إنجازات عديدة على الصعيد الجمركي والاقتصادي والمالي والتجاري وغيرها تمت بين البلدين الشقيقين، مثل تلك الإنجازات المهمة تشير إلى أن اللجنة العليا المشتركة تعد من اللجان البارزة والفاعلة في العلاقات الخليجية الخليجية، وأن العلاقات البحرينية القطرية أصبحت مثالاً مميزاً لعلاقات البحرين الإقليمية. هنا مشاهدينا ومستمعينا الكرام، يصل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة إلى قاعدة الأصخير الجوية، كما في هذه الصورة أيضا يستقبله صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في لقاء أخوي مشع بالألفة والمحبة. لقاء تاريخي يتجدد سنويا ليجسد عمق معاني الأخوة والتعاون بين الأشقاء من أجل أن تسير سفينة دولنا العزيزة في بحر النهضة والنماء ومتغلبة على الأنواء والصعاب، وهو كما يؤصل كما ذكرنا آنفا قوله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذه الاستضافة مشاهدينا ومستمعينا الكرام تأتي في ظل مجموعة من التحديات التي تمر بها المنطقة، ولا شك أن التشاور والتنسيق المشترك الذي نراه هنا أيضا بين القائدين الحكيمين من مملكة البحرين ودولة قطر الشقيقة والالتفاف تحت لواء دول مجلس التعاون يساهم في تخطي كل المعوقات وكل العراقيل. ابتسامات ترتسم على الوجوه النيرة في هذا المشهد الحي والمباشر من قاعدة الأصخير الجوية، لقاء
يساهم أيضا في تعزيز مسار التعاون الخليجي إلى آفاق أرحب وأسمى من العمل الذي يسعى دائما في التطوير وكسب المنجزات الحضارية. في صالة الاستقبال هنا في قاعدة الصخير الجوية يستقبل صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، ومعه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وأيضا نجله صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وبصحبة كبار المسؤولين بالمملكة كي يستقبلوا أخيهم صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة بن حمد بن عبد الله آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة الذي أصبح أميراً لدولة قطر الشقيقة في 25 من يونيو عام 2013. دولة قطر مشاهدينا ومستمعينا الكرام في إنجاز يشرف دول الخليج، وهو إنجاز لا شك أنه خليجي، حيث حصلت دولة قطر الشقيقة في 2 ديسمبر 2010 على شرف استضافة بطولة كأس العالم 2022، وذلك خلال تصويت اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بمقره في مدينة زيورخ السويسرية. علاقة راسخة، أخوة دائمة وثابتة هي التي تجمع هذين البلدين، مملكة البحرين ودولة قطر الشقيقة. التعاون الخليجي له باع في كل المجالات، فلو تحدثنا عن العمل الأمني المشترك، تحظى قضية الأمن المشترك باهتمام أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، وفي هذا الشأن يشار إلى قيام جميع اللجان الأمنية المعنية في الأمانة العامة بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة من قبل أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية والجهات المعنية بالدول الأعضاء، هذا فضلا عن أعمال التمرين التعبوي للأجهزة الأمنية بدول المجلس أمن الخليج العربي الأول في مملكة البحرين لعام 2016 والذي أقيم الشهر الماضي، وهو ما يضاف إلى جملة من الإنجازات المهمة من قبل تنفيذ أسبوع حرس الحدود وخفر السواحل لعام 2016 وجاهزية الشبكة الأمنية المؤمنة أو هي المؤمنة بين الأجهزة الأمنية كافة
بوزارات الداخلية بدول المجلس ونجاح مركز المعلومات الجنائية بدول المجلس في إدارة العديد من العمليات النوعية والمؤثرة التي تحقق نتائج مهمة في صعيد المكافحة على مستوى دول الخليج. يضاف إلى ذلك تعزيز التعاون الأمني من خلال ربط أجهزة الشرطة في دول مجلس التعاون وبناء شركات مع المنظمات الشرطية الإقليمية والدولية لضمان الفاعلية في مكافحة الجرائم وتأسيس منظومة الاتصالات وقواعد بيانات جهاز الشرطة الخليجية وتفعيل التنسيق بين وحدات اتصال جهاز الشرطة الخليجية بين وزارات الداخلية في دول المجلس وبناء علاقات وشراكات تعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية كالتعاون مع مركز الأسيان إيبول واليوروبول والإنتربول ومكتب الأمم المتحدة للجريمة. مشاهدينا ومستمعينا الكرام من مملكة البحرين ومن دول مجلس التعاون في قاعدة الصخير الجوية التي ننقلها على حضراتكم عبر موجات تلفزيون البحرين وعبر أثير إذاعة مملكة البحرين وأثير إذاعة هنا الخليج العربي التي تبث من هنا من مملكة البحرين. هنا في هذه الصورة التي تجمع بين قائدين حكيمين من دولة قطر الشقيقة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني فور وصوله إلى قاعدة الصخير الجوية أدلى بتصريح يوجهه إلى إخوانه من قادة دول مجلس التعاون وإلى كافة الشعوب الخليجية تصريح أدلى فيه قبل أن يغادر إلى مقر إقامته في قصر الصخير حيث نراه الآن مستعداً للمغادرة إلى مقر إقامته هناك. قال صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة